بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ بأهم قضية عشناها هذه الأيام، اهتزت لها الأرض والسماوات، وللأسف لم يهتز لها البشر مثلما اهتز وتأثر لواقعة العالم، ألا وهي قضية الاعتداء على القرآن الكريم. وألاحظ في هذا السياق وجود أطراف تسعى إلى إشعال نار الفتنة في بلادنا، يريدون تقسيم أفراد الشعب وتخويفنا من بعضنا البعض. أنا ضد أي تسييس للقضيتين، قضية العلم وقضية الاعتداء على القرآن الكريم، وأرفض كل تمش سواء كان على مستوى الإعلام أو على مستوى بعض الساسة. أرفض كل تمش يسعى إلى تقسيم البلاد بين سلفي ظلامي رجعي وبين حداثي تقدمي تنويري. يا لها من قسمة ضيزة، الهدف منها زرع التمييز والكراهية بين أفراد شعبنا الواحد. أنا تونسية حداثية، أتبع السلف الصالح، أعشق علم بلادي وأقدس قرآني، وأدعو جميع التونسيين إلى التآخي. في المقابل أدعو من موقعي هذا إلى ضرورة التصدي لظاهرة الغلو والتشدد من جميع الأطراف. هذا التصدي يجب أن يكون على المستوى الأمني والقانوني، وكذلك على مستوى التوعية الاجتماعية. وأطالب باتخاذ جملة من التدابير اللازمة، أولها التنصيص صلب الدستور على تجريم المساس بمقدساتنا. ثانيها أن يتولى الأمن الإحاطة والتصدي بجدية لكل أشكال التشدد في شقيه، حتى لا تنتهك حرياتنا باسم الدين، حتى لا تنتهك حرياتنا باسم الدين، وحتى لا يعتدى على ثوابتنا وعلى هويتنا وعقيدتنا باسم الحرية، وحتى لا يعتدى على ثوابتنا وعلى هويتنا وعقيدتنا باسم الحرية. ثالثا أدعو أن تقع محاسبة كل اعتداء سواء كان على علم البلاد أو على مقدساتنا في محاكمة عادلة محايدة ومستقلة. وأخيرا أدعو المجتمع المدني وكذلك أدعو المساجد أن يقوموا بدورهم الاجتماعي التوعوي، وأن يساهموا في الحد من ظاهرة التشدد والغلو، وفي توعية أبناء شعبنا وتوحيد صفوفنا مهما اختلفت آراؤنا واتجاهاتنا. وأنهي بقوله جل شأنه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.